دورة تهريشة لوب أصبحت مغايرة بعد هيدي الدورة أكيد، وخلال هيدي الدورة أكيد عرفوا مكامن الضعف، عرفوا مكامن القوة، مثل أوغوستين أوكوسون يلي عم بيكون واحد من نقاط القوة عند الفريق الأرمني. أوغوستين عم يمنح التقدم لهم أنتمن بفرق نقطة 4-3. ديسموت بينيجر بالجهة المقابلة بياخد شوطه من المسافة المتوسطة، ما بيسجل ديسموت بينيجر، لكن كان في خطأ من دوين جاكسون على ديسموت بينيجر. ديسموت بينيجر رح يكون عنده محاولتين على الفري ثرو لاين. ديسموند بالمحاولة الأولى بينجح بتسجيلها. التعادل على النقطة الرابعة. ديسموند أيضا بالمحاولة الثانية مش ناجحة هالمرة. دوين هو يلي بيعمل الريباوند. نديم سعيد، بلال صبارة إلى جانب جاستن تابس، أوغوستين أوكوسون ودوين جاكسون على أرض الملعب. المقابل فلادان برانكو، محمد ابراهيم ومازن نايمي هن من جهه التطاول، اضافه لبينيجر طبعا يلي عم يعمل الديفنسيف ريباوند على المحاوله الاخيره له مازن برانكو. ايضا خطا من بلال طباره. الخطأ الثاني على هومنتمن بهاللقاء. ديسموند يلعب لبرا لعند مازن النايمني. مازن نعود لمستواه اللي معودنا عليه مازن النايمني، وايضا الامر عم يثبته بشكل سريع وبأكد على كلامي مازن النايمني. سجل سله حلوه كثير على البورد. 6-4 التقدم للتضامن مع دوين جاكسون. ايضا من المسافه البعيده ما بيسجل دوين، من المرات القليله اللي ما بيسجل فيها عن 3 بوينتس قد ما ياخذ بمحاولاته. جاستن تابس نجم المباراه الماضيه امام الويزي ايضا عن الاتمت عن 3 بوينتس ما بيسجل. محمد ابراهيم سريع بالفاست بريك مع المنايمني، بيدخل بايده الشمال مازن المنايمني. بدايه مباراه ممتازه اند وان لمازن المنايمني، سجل بايده الشمال واخذ الخطا من جاستن تابس. بوينت جارد الهومنتمن عم يعمل فاول على مازن منايمني. 8-4 التقدم السريع للتضامن بفارق 4 نقاط. جوم جاعس عم يراجع حساباته، اكيد درس المباراة بشكل كتير كبير قبل بدايتها، قدر يشوف التضامن بثلاث مباريات، قدر يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عند التضامن مع جاستن تابس لبلال طبارة. بلال اوغوستين، اوغوستين بيعمل الدرايف بمواجهة فلادان، بيحصل على خطأ أوغوستين. فلادان فوكوسافليفيتش مزعج لكل اللاعبين على أرض الملعب، وخصوصا عندما يكون متواجد بالحالة الدفاعية تحت السلة. وهيدا أوغوستين أوكوسون النيجيري الأمريكي. أوغوستين ما بيسجل محاولته الأولى. يدراج بيريسيتش مدرب التضامن. المحاولة الثانية لأوغوستين يعني أيضا ما بتنجح. ديفنسيف ريباوند كان لبلادان منو لمواتو برانكو كريتكوفيتش. برانكو بمواجهة نديم سعيد يستفيد من سكرين بلادان، بيلعب لبرا لعند مازن النايمني. مازن عن 3 بوينت ما بيسجل. مازن ديسموند بينيجر على الريباوند ايضا ما بيسجل. كرة خرجت من اوغوستين والتقدم لا يزال للتضامن بفارق 4 نقاط. مشاهدينا باولى مباراتي الدور النهائي من هالدورة الرائعة، دورة الراحل هوريشا الهوب اللي شفنا فيها مباريات مثيرة حتى اللحظات الأخيرة. الوقت اللي محمد إبراهيم عم يسجل عن 3 بوينت. محمد إبراهيم تقدم 11-4 للتضامن. تايم أوت للمدرب جون جايس.
لا ما عم بيشوفني من وراء. You have to move to get the hand off. B. Mal Tabe, you go hand off. Next time exit for him. حوالي اربع دقائق اذا مروا على بدايه المباراه. التقدم دائما للفريق الكسرواني 11-4 على هومنتمن. بدايه مباراه اكثر من ممتازه كانت للتضامن. البدايه الجيده بالتاكيد الى انعكاساتها الايجابيه على الفريق طوال اللقاء. ولو انه شفنا مباريات مجنونه بدوره الراحل ريشا الهوب ما انحسمت حتى الثواني الاخيره. سباك كتنجيان عم يدخل الى ارض الملعب من ناحيه هومنتمن. جاستن تابز عم يبقى على ارض الملعب. بكون عم يلعب باثنين بوينت جاردز المدرب جون جاعس مع جاستن تابز. بشق طريقه بشكل جميل الى السله، لكن الاجمل كانت متابعه اوغستين بالدانك. كان عم يتابع اوغستين محاولته لجاستن تابز. اللاعبين الامريكيين عم يعملوا الفارق بشكل كثير كبير بالمباريات. مع محمد ابراهيم سباك عم يدافع عليه، ايضا لديسموند بانيجر. محمد ابراهيم بمحاولته الثانيه على 3 بوينت فبيسجل الريباوند لاوغستين مجددا هومنتمن. مع سباك كتنجاب ياخذ شوطه على 3 بوينت فبيسجل سباك. فرانكو سريعا في الفاست بريك بحاول يسوق الهزمه لناحيه التضامن. محمد ابراهيم بمحاوله ثالثه ما بتنجح ايضا. وحده من ثلاثه لمحمد ابراهيم مع 3 بوينتس. دلوقتي على دوين جاكسون بيروح على السله. دوين جاكسون حلوه كثير كانت من دوين جاكسون. اولى سلاته بطريقه اكثر من استعراضيه بيقول عنها، بطريقه ذكيه. اللاعب الامريكي كان عم ينجح بالتسجيل. دوين جاكسون مع ديسموند بانيجر. بلال طبارة ايضا مع بلدان منه لمازن منيمني. ترقب على مصلحة التضامن الفارق 3 نقاط. مدراج بيريسيتش صاحب الصولات والجولات على صعيد كرة السلة اللبنانية تحديدا مع نادي انيبال زحلة. فريق التضامن المتقدم بفريق 3 مع برانكو بحاول يعمل درايف باتجاه السلة بيلعب لبرا لعند النايمني. النايمني ايضا بمحاولة جديدة ما بتنجح مع اوغستين. جاستن تاب شوفوا الريتم السريع عند المباراة مع دوين جاكسون. دوين جاكسون ما بيسجل. ريباوند كان لابرانكو. صحيح ريتم المباراة سريع انه في تسرع من الناحيتين من قبل اللاعبين. سباك كتنجان عم يتعرض لضربة قاسية بوجهه. بيبقى على ارض الملعب. كان عم يدافع على برانكو. كان عم يدافع على برانكو سباك. تعرض لاصطدام مع لاعب السربي. منيتنا بالسلامة أكيد لسيفاك كيتن جيان يعني بالمباراة الماضية أمام الويز سجل 19 نقطة. كانوا لسيفاك إنما الخطأ كان لمصلحة برانكو والتضامن مع محاولتين لبرانكو. الأول اللي بينجح فيها برانكو. الإعادة مرة جديدة. كان معتبر انه في خطا على سيفاك كيتنجيان. برانكو سفيتكوفيتش بالمحاوله الثانيه ايضا ناجحه لبرانكو. برانكو سفيتكوفيتش قليل ما يضيع من المسافه المتوسطه او من خارج الارك. كيف الحال اذا على صعيد الفري ثروز مع جاستن تابس يهرب من مازن النايمي. ايضا جاستن بيلعب لبلال صباره ما بينجح في التسجيل. اوغستين اليوم ملك الريباوند عم بيكون من ناحية فريق هومنتمن. 6 نقاط لأوغستين. مع برانكو أيضا لمازن منه لديسموند بانيجر من الميدي
الضغط تاعهم ثاني قرب يسجل. حلوة الروتيشن يلي عملوها فريق التضامن وانهاها بنيجر داخل السلة. ومجددا جاسد تاوز بتعرض للبلوك شوت من المنايمني المحاولة وايضا هالمحاولة ناجحة منهم من سباك تنجيان هو يلي عم بيسجل. نتيجة عم تعود متقاربة بين التضامن وهومنتمن مع ايضا برانكو يلي بيروح باتجاه السلة. برانكو بيعرف ينقي المومنت دايما دايما بقول هالامر عن برانكو بيعرف ينقي اللحظة المناسبة فيعمل الدرايف تبعه باتجاه السلة ويسجل. الامر كان عم يعمله باللقطة الأخيرة مع جاستن تابز تيرن اوفر على هومنتمن. اليوم جاستن تابز منه بأعلى مستويات تركيزه اثنين كان عم يتعرض لبلوك شوت من مازن نيمني وهالتمريرة الخاطئة يلي تسببت بتيرن اوفر على فريقه قبل دقيقتين و45 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة مع محمد إبراهيم. محمد تحت رقابة سيفاك كيتنجيان أيضا برانكو منه لديسموند بانيجر أيضا ديسموند على لوب بوست بحاول يسجل ما بينجح إنما السيف موجودة هالمرة من خلال فلادان ولسلات العملاق الصربي بمباراة اليوم. عم تمنح التضامن تقدم بفارق سبعة لبرا مجددا لعد نديم سعيد بيلعب لأوغستين. أوغستين بحاول يبرم على فلادان أيضا بفضل سيفاك كيتنجيان 3 بوينت. سيفاك كيتنجيان بثقة كثير كبيرة عم بيسجل 3 بوينت بعد بداية مخيبة كانت لسيفاج امام بيبلو سعاد بقوه بالمباراه الماضيه امام الويزي وبمباراه اليوم يبدو انه مركز كثير منيح مع دوين جاكسون يلي عم يسرق الطابع عم بيروح باتجاه السله. اي بليف اي كان فلاي مع دوين جاكسون. حلو كثير من دوين جاكسون عمل ستيل وراح ليعمل الدانك. دوين جاكسون شوفوا بالاعاده السله الاستعراضيه من اللاعب الامريكي دوين جاكسون عم بيسجل وهم ادمن عم يقلص الفارق للسلة وحدة 19-17 لمطلع التضامن والتايم اوت السريعة من ميو دراك بيرتيج. JT on the top, they go 1-2. They go 1-2 after the top pick. So, but listen, listen, after their top pick, our top pick, they go 1-2. So, you can't pass on there. Quick pass, flash straight, JT. You're there, flash iPhone straight. When you pass there, bring it back, you'll find it. تعليماته واضحة لجوم جاعس عم يطلب من اللاعبين يكون لعبهم دايركت بشكل أكبر. التركيز يكون على انسايد جيم جيد وخصوصا انه شفنا انه أوغستين قادر يتحرك بشكل ممتاز رغم وجود فلادان تحت السلة. أوغستين أوكسون كان عم يقدم مباراة او بداية مباراة جيدة 19-17 التقدم للتضامن دقيقة 36 ثانية مع محمد ابراهيم لمازن نايمني. محمد ابراهيم هو اللي عم يطلع البوسيشن من ناحيه التضامن الى جانب مازن نايمني. محمد من جديد بحاول يلعب لفلادان والكره قطع اوغستين اوكسون الى خارج ارض الملعب. محمد ابراهيم مجددا لمازن نايمني بمواجهه جاستن تاب. شفنا كثير جاستن اليوم بهالكوارتر سجل اي نقطة. جاستن تابز صاحب 27 نقطة بالمباراة الماضية امام الويزي. الاعادة مرة جديدة الصراع الكبير يلي كان بين اوغستين وفلادان. انتهوا ال 24 ثانية قبل ما ينفذ التضامن هجمته وفرصة له مثل لمعادلة الأرقام مع سيفاك كيتنجيان منه لنديم سعيد. نديم أيضا بمواجهة المنايم بياخذ شوطه على 3 بوينت
هاني 3 بوينت نديم سعيد عم يمنح التقدم لهوميلتون بهالاثناء بفارق نقطة 20 19 بعد وين جاكسون مرة جديدة بيعمل ستيل دي جاكسون كان في صافرة قبل وخطأ لمصلحة توين جاكسون شوفوا الحركة اللي الفكاهية اللي كان عم يعملها توين جاكسون خطأ كان من ديسموند فينيغان على توين جاكسون جاستن تاب جاستن واجهة برانكو جاستن أيضا يعود للخلف تحت رقابة برانكو عم يبحث عن الدرايف اتجاه السلة جاستن بيحصل على الخطأ جاستن تابس بيحصل على الخطأ من برانكو سفيتكوفيتش اللي عادي مرة جديدة برانكو سفيتكوفيتش الأول ما بينجح فيها جاستن تابس ودراج بيريسيتش والاعتراض أيضا على الانتنشنال فول يعني انحسب ضد فريقه جاستن إذن بسجل نقطة عن خط الفري ثرو لاين وتقدم دائما لهومنتمن يلي معه البوزيشن حاليا مع نديم سعيد لا جاستن تابس جاستن بياخد شوطه من بعيد جاستن تابس ما بسجل ريباوند سريعا لمازن النايمني والفرصة من جديد أمام التضامن لمعادلة الأرقام مازن النايمني منو لبرانكو قطع من جاستن على برانكو صراع كبير بين هاللاعبين عم بيكون رح يكون عنده محاولتين برانكو سفيتكوفيتش بسجل الاولى هي رمية حرة الثالثة اللي بسجلها بمباراة اليوم لعب التضامن الصربي برانكو من جديد بمحاولة أيضا ناجحة تعادل على النقطة 21 بين التضامن وهومنتمن بلال تبارة رجع إلى أرض الملعب بدلا من جاستن تابس وين جاكسون وين بالثواني الأخيرة بالكوارتر الأول عم بيتسجل نقطتين جديد ومعهم عم ينتهي الكوارتر الأول في تقدم مومنتمن على التضامن بنتيجة 23-21 في الإعادة المحاولة الأخيرة لـ دي جاكسون يلي تقدم من خلال الفريق الأرمني بفارق سلة مع نهاية الكوارتر الأول كوارتر تاني بالتأكيد رح يكون ناري مثل ما شفنا بداية هالمباراة الرائعة جدا دائما ضمن الدور نصف النهائي من دورة الراحل أوري شالوب Hold on,
23-21 اذا مع بداية الكوارتر الثاني من المباراة والجمهور الرائع يلي دائما عم بواكب هوم ادمن بمجمع الشياح الثقافي الرياضي. بوزيشن راح تكون ببداية الكوارتر مع التضامن مازن منيمني. قديم سعيد سيفاكي تنجيان بلال طبارة دوين جاكسون وأوغوستين أوكوسون هني خماسي هومنتمن على أرض الملعب. جاستن تابس لإجال خارج أرض الملعب مع نديم يلي عم ينطلق وفي خطأ لمصلحة نديم سعيد. خطأ كان عم يرتكبه مازن منيمني. لاعبين عم يبرزوا بهومنتمن والتضامن بدوري طاريش الهوب مع بلال طبار. عملوا لدوين جاكسون دوين البوزيشن بتبقى لهومنتمن. جون جاكس محمس بشكل كتير كبير بمباراة اليوم. شوفوا دوين جاكسون حاول يتابع الكرة مباشرة لما ما نجح بالوقت اللي نديم سعيد عم ينجح مرة جديدة من الميدي ستانس عم يسجل نديم سعيد. بيطلع الفارق بالنسبة لهومنتمن إلى 4 نقاط 25-21. محمد إبراهيم أيضا ستيل مجددا من دوين جاكسون. ديسموند فينيجر بالجهة المقابلة بيقطع الكرة أيضا بيلعبها لمازن منيمني يلي مازن أيضا عم يسجل. ممنوع الخطأ بمباراة اليوم. سريعا اي فريق عم يدفع حقه مع سيباك تنجام ممكن ياخذ الاتام تاع 3 بوينت بغير رايه. بيلعبها لاوغوستين مجددا بيستلم سيباك هالمره بيلعبها لاوغوستين بشكل حلو كثير. سيباك تنجام ذكي جدا بالاسيست يلي عمله للعملاق النيجيري الامريكي اوغوستين اوكوسون. هومدفن دائما متقدم بفارق 4 نقاط وجمهور هومدفن عم يشتعل بمدرجات الملعب. لدان قد ما فيهم لاعبي هومنتمن عم يبعدوه عن من تحت السلة مع الزون ديفنس يلي عم يعملوه وعم ينجحوا فيه لحد هاللحظات. ريباوند كان لدوين جاكسون. ايضا سيفاك برد بالجهة المقابلة بالثري بوينتس ما بيسجل. ايضا ريباوند ديسموند فينيجر مجددا ديفنس 2-3 من قبل هومنتمن والمحاولة من فرانكو ما بتنجح. جاد خليل اصبح جاهز للدخول الى ارض الملعب من ناحيه التضامن. عم يدخل مكان مازن منيمني صاحب الست نقاط. برانكو سبيتكوفيتش بسجل فري ثرو الخامسه له بالمباراه. ساتسي ايضا لبرانكو. فريق اصبح سلم على ديم سعيد يلي عم يروح لحاله على السلم عم يقدر يسجل. الوقت يلي دخل اندرو سافايا يسجل حضوره الاول بدورة الراحل هنري شالوب من ناحية هومنتمن. رقم 3 دخل مكانه لبلال طبارة. اندرو بيسلم سيفاك تنجيان. سيفاك لنديم سعيد مجددا هو على السيت بلاي حاليا بيلعب لعند وين جاكسون بالاوبن شوت. وين جاكسون منه موفق ابدا اليوم ما قدر يسجل ولا اي ثلاثية دوين جاكسون لحد هاللحظات. الوقت اللي سجل 3 من 8 امام الويزي بالمباراة الماضية مع فلادان ادوان لفلادان فوكوس افليفيتش. اكيد نعتذر مشاهدينا عن الخطأ التقني
سوء الاحوال الجويه والطقس اكيد عم تاثر من دون شك على النقل المباشر، لكن مستمرين معكم من مجمع الشياح الثقافي الرياضي مع فلادان فوكوسافلي بيتشالي. عم يسجل الفري ثرو وعم يعطي التقدم مجددا للتضامن بفارق نقطه. مستمرين معكم واكيد رح اكون معكم بالمباراه المنتظره الساعه 9:30 بين الحكمه وبيبلوس. أغسطين على مقاعد البدلاء من ناحية تومنتبن، جاستن تابس على أرض الملعب هو يلي عم ينطلق حاليا، جاستن لنديم سعيد، نديم بياخذ الأتامت عن 3 بوينتس ما بيسجل نديم، وفينيجر على الديفنسيف ريباوند سريعا، جاد خليل بوينت جارد التضامن لاعب ذكي كثير قدر يساعد الفريق، وبرانكو عن 3 بوينتس ما بيسجل. شوفوا بلادان، شوفوا بلادان بأي طريقة عاد الكرة لجاد خليل. برانكو مجددا، برانكو ديسموند فينيجر بالاوفن شوت هو يلي بجرب حظه هالمره ما بيسجل ايضا. نسبه المحاولات الثلاثيه متدنيه جدا بهالمباراه. دلوقتي يلي سيفاك عم يعمل درايف اتجاه السله، سيفاك اتنشان ما بيسجل. ما معقول الكرات ضايعه على الفريقين بالكورتر الثاني، بالوقت يلي جاد خليل بدوره بيدخل وما بيسجل. تسرع كثير كبير، ما عم نشوف روتيشن كبيرة على أرض الملعب إن كان من جهة التضامن أو من جهة هومنتمن. مع دوين جاكسون، دوين عم يفتش عن الشوطة بالتأكيد، دوين دوين بيعمل الموف بياخذ شوطته ما بيسجل. دوين دائما التضامن متقدم بفرق نقطة مشاهدينا 28-27. جاد خليل، برانكو سبيتكوفيتش، برانكو أيضا بيلعب لجاد، جاد بيقدر يسجل بتكبير كبير. جاد خليل بذكاء كبير، جاد خليل عم بيسجل، ما عمل الريسك او اخذ الريسك ودخل الى السله فما يتعرض للبلوك شوت، كان على مسافه قريبه وسجل. دوين جاكسون مواجهه بانيجر مجددا بياخذ شوطه على المسافه المتوسطه ما بيرجع بالتسجيل، انما نديم سعيد كان حاضر لمتابعه الكره بالاعاده. سله جاد خليل افضل لاعبيهم انت من نديم سعيد، بشرى صار على محبي اللاعب اللبناني. الوقت يلي عم يكون تفوق كثير كبير للاجانب على ارض الملعب بكل المباريات، وخصوصا بعد اقرار اعتماد ثلاث لاعبين اجانب على ارض الملعب. فلادان ما سجل، الكره عم تروح باتجاه سيفاك اتنشان بتالي 3 بوينتس لاله بالمباراه. سيفاك اتنشان عم يعطي التقدم لهومنتمن مجددا بفارق سله 32-30. جمهور هومنتمن عاد ليعزف احلى الالحان بالوقت يلي سيفاك اتنشان كان رائع جدا، لكن الاروع هو جاد خليل بهالباسكت ان يلي سجلها عم يعطي التعادل لتضامن جاد خليل، وراح يكون عنده فرصه اعطاء التقدم للفريق الكسرواني 32-32. وهيدا توني خليل مدير فريق التضامن، والده لجاد خليل. جاد ما بيسجل محاولته، كان في ريباوند لربيع اسكندر يلي دخل الى ارض الملعب. روتيشن كبيرة عم يعملها اليوم جوم جاعس بين لاعبينه، الوقت يلي الغائب الاكبر عن تشكيل كومنت من احمد ابراهيم. ربيع اسكندر تحت السله، ايزي باسكت كانت لربيع اسكندر، اخذ الاسيست من جاستن تابس وسجل مجددا التقدم للفريق البرتقالي 34-32. احمد ابراهيم يلي عم يتمرن مع هومنتمن، انما لا يبدو انه راح يشارك بدوره الراحل لوري شالوب بقرار فني مع فينيجر. فينيجر بمواجهه دوين جاكسون بينجح المره. ديسموند النقطه الخامسه بالاعاده، الاسيست يلي عمله جاستن تابس والسله يلي سجلها ربيع اسكندر. تعادل دائما بين هومنتمن والتضامن بمباراة على أعلى مستوى بين الفريقين. يودراج بيريسيتش بطل كأس لبنان عام 2011 وبطل دورة دبي بالسنة نفسها مع أنيبال زحلي يلي وصل بوقتها للمباراة النهائية. جاستن تابس على سيت بلاي بالنسبة ل هومنتمن، مواجهة حسين الخطيب يلي دخل ليشارك وجهد التضامن، ايضا ربيع اسكندر بشكل ذكي انما
ما بيتوفق بالتسجيل امامه لفلادان. لفلادان بيعمل الارباك لاي لاعب تحت السله. يؤدي لربيع اسكندر بالتاكيد عنده الامكانيات البدنيه اللي ممكن تساعده، والطول ايضا لانه يسجل بمواجهه الصربي اللي هو عم برد من الجهه المقابله وعم ينجح بعد اسيست ذكي كثير من جاد خليل. 36-34 للتضامن قبل 3 دقائق على نهايه الكوارتر الثاني وانتصاف اللقاء مع جاستن تابس. مواجهه حسين الخطيب، خطا على الخطيب، عم يعترض حسين الخطيب على القرار بالإعادة سلة فلادان. مثل خياله رح يكون لجاستن تابس يلي عم يقدم مباراة مخيبة بهالأثناء، بالوقت يلي جاستن تابس عم يرد بشكل سريع علي بثري بوينت. ثري بوينت لا جاستن تابس فعلا بشكل سريع رد علي، عم بقول عم يقدم مباراة مخيبة، لكن مقارنة بمباراته الماضية أمام الوايزي فعلا هي مباراة مخيبة. فقط 4 نقاط لصاحب 27 نقطة بتاني ظهور له مع هومنتر. فلادان مجددا مرتاح كثير، فلادان عم يكون تحت السلة عم يستقبل التمريرات وعم يترجمها بشكل سريع. 38-37 جاستن مجددا بيعمل درايف، يتعرض للبلوك شوت من فلادان والانطلاقة من جاد خليل. جاد خليل لحسين الخطيب، ما في باسكت، خطأ لمصلحة حسين الخطيب. بالإعادة جاد خليل بأسست جديد لفلادان. فيجن رائعة عند جاد خليل، فعلا فيجن رائعة عم تكون عند جاد خليل على أرض الملعب، دائما عم بيلاقيه لفلادان فوكو سافليفيتش. محمد إبراهيم على أرض الملعب، بده عنده اصابه طفيفه محمد ابراهيم يلي كان بدا المباراه. بالوقت يلي حسين الخطيب عم يسجل اولى نقاطه بمباراه اليوم. حسين مره جديده، المحاوله الثانيه الناجحه ايضا للاعب الشانفيل المتحد وهوب سابقا واكيد بلو ستارز، العديد من الانديه اللي دافع عن الوان الخطيب. مع جاستن تابس بمر عن الخطيب، بيلعب لبرا لنديم السعاد، بياخذ الشوط وما بيسجل برانكو على الريباوند. 40-37 للتضامن بعد الاثنين فري ثرو يلي سجلهم حسين الخطيب. برانكو سفيتكوفيتش، برانكو بمواجهه اندرو صبايا، ايضا برانكو بيلعب لبرا، محاوله جاد خليل على الثري بوينت. جاد خليل عم بيسجل مرة جديدة، بالوقت المناسب دخل جاد خليل إلى أرض الملعب، وبالوقت المناسب عم بيسجل الثلاثية بسابع نقاطه بشكل سريع، عم يفرض حضوره على أرض الملعب البوينت جارد الشاب حسين الخطيب. منه لبينيجر، بينيجر بيعمل الكنترول أيضا بمرر، والمحاولة الناجحة على جاد خليل. محاولة ناجحة لجاد خليل، والخطأ يلي كان عم يرتكبه أندرو صبايا. أنتوان جديدة للاعب التضامن، سريعا عم يطلب التايم اوت جوم جايس على وقع تقدم الفريق الكسرواني بفارق 8 نقاط 45-37. Remember, we had 120 on both games. We go drop, rest, bump, and push and go under. This kid is playing us like he wants. We had 12 to give. You fouled on the last in the end. What you have field? We go diamond all the way. Diamond all the way. So you receive. Savage is running it. That's safety coming up for the handoff. You can set them side screen again. He drives, you pop out, AK cut. Guys, come on, let's play together. Let's go, let's go. 1, 2, 3. Come on, come on. Come on, tie the game before halftime. Let's go. دقيقة و22 ثانية من مومنت لاستعادة المبادرة بهالمباراة وتقليص الفارق مجددا.
مع التضامن بالوقت يلي جات خليل يقدر يرفع الفارق الى 9 نقاط في حال سجل الفري ثرو بعد الخطا يلي كان حصل عليه. رعد بيسجل فعلا 10 نقاط لجات خليل. الورقة الرابعة عند ميودراج بيريسيتش بمباراة اليوم. دي جاكسون لجاستن تابز. جاستن منه لنديم سعيد. نديم ومواجهة برانكو. أيضا نديم لجاستن تابز. جاستن من جديد. جاستن بياخذ محاولته عن 3 بوينتس ما بيسجل. ريباوند لمين؟ ريباوند لفينيجر. فينيجر سريعا لبرانكو. مجددا للاعب الأمريكي. تضامن أصبح عم يلعب بهدوء، أصبح عم يلعب بذكاء أكبر على أرض الملعب مع فينيجر. داسبوت فينيجر بياخذ شوطه ما بيسجل. اير بول داسبوت فينيجر. تبقى مع التضامن. شوفوا الصراع الكبير على الكرة. باتريك بوعبود أيضا يلي دخل إلى أرض الملعب من ناحية التضامن الزوق. أربعين ثانية على نهاية الكوارتر الثاني بوقت أوغستين أوكوسون مصاب على أرض الملعب. وفي تايم أوت جديد. واربعين 37 لمصلحة التضامن. 40 ثانية طبعا متبقي على نهاية الكوارتر الثاني. سريعا مجبر التضامن تنفيذ الهجمة معه الثانية فقط. برانكو بحاول يسدد بالثانية الأخيرة ما بيقدر يسجل. أوغستين عم بيروح للسلة. بليف اي كان فلاي مع أوغستين أوكوسون. حلو كتير الفاست بريك اللي عملها أوغستين وعمل الدانك بسلة التضامن. ومنفن مجددا على مسافة 7 نقاط. وخطأ من نديم سعيد على برانكو. اعتراض كبير من جمهور ومنفن بالملعب على الصافرة. نديم سعيد أيضا عم يعترض وجون جاس بردة فعل ضمن هالإطار. عم نشوف بالإعادة الاحتكاك بين برانكو ونديم سعيد. برانكو على الفري ثرو لاين بيسجل أول محاولة. برانكو اسمه 100% بمباراة اليوم لبرانكو سفيتكوفيتش. أيضا بتامن الفري ثرو عم تبقى نفس النسبة. باتريك شهوان عم يدخل الى ارض الملعب مكان برانكو باخر 14 ثانية من ناحية التضامن. الفارق اصبح 9. الامور عم تصير اصعب لهومنتمن يلي بحاجة انه يعمل كامباك كتير كبيرة على الهاف تايم. جاستن تابز باخر 10 ثواني من الكوارتر الثاني. هل ممكن ياخذ الاتامت عن 3 بوينت جاستن تابز؟ جاستن بيختار يعمل الدرايف وبيسجل. جاستن تابز بيخترق وبيسجل. جاستن تابز ومع المحاوله عم ينتهي الكوارتر الثاني بشكل مغاير عن الكوارتر الاول لانه تضامن عم يتقدم بفارق 7 نقاط 48 41 مقابل تقدم كان بفارق سله لهومنتمن
بأول كوارتر 23-21. سريعا إلى فاصل إعلاني وبنعود أنا وياكم لنتابع اللقاء. رحب فيكم من جديد مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان باستكمال مباراة الدور نصف النهائي الأولى من دورة الراحل هنري شالوب. تضامن وهومنت بن بأول اثنين كوارتر كانوا عم ينتهوا، كان الفريق الكسرواني عم يتقدم بفارق 7 نقاط 48-41، يعني مباراة متقلبة في يقول عنها. بدأت بشكل قوي من ناحية التضامن، من بعد الهومنت بن قدر ياخذ التقدم بنهاية الكوارتر الأول بفارق سلة واحدة 23-21، وعاد التضامن بشكل قوي بالكوارتر الثاني وأنهى النصف الأول من اللقاء بفارق 7 نقاط 48-41. إذا الكوارتر الثالث ممكن يكون حاسم بشكل كثير كبير لفريق التضامن في حال واصل تقديم المستوى نفسه يلي قدمه بالكوارتر الثاني، وخصوصا بالروتيشن الكبير يلي كان عم يعملها ميودراج بيريسيتش المدرب الصربي على صعيد تبديل بينو. شفنا يعني فوت او ادخل جاد خليل بوقت مناسب جدا، وجاد خليل كان عم ينجح بتسجيل 10 نقاط عملت الفارق بدون شك بالكوارتر الثاني. بدايه الكوارتر الثالث والبوزيشن الاولى راح تكون معه مانتبن مع جاستن تابز، منه لسيفاج كيتنجيان صاحب 8 نقاط بمباراة اليوم مع تابز مرة جديدة، منه لأوغوستين أوكوسون. أوغوستين عن الميديستانس ما بيسجل في صافرة وفي خطأ لمصلحة برانكو سفيتكوفيتش، تلقى ضربة على وجهه اللاعب الصربي بالإعادة مرة جديدة. خطأ كان من دوين جاكسون. بوزيشن دائما مواهب من نجوم المباراة جاد خليل، جاد وجه سيفاكا تنجيان منه لبرانكو، برانكو بيستفيد من السكرين بلادان تيروح على السلة ويسجل برانكو زيتكوفيتش يسجل ومع بيرفع الفارق إلى 9 نقاط 50-41. أكيد بده يكون رد هومنتمن كثير كبير لنقول إنه المباراة اشتعلت بالكوارتر الثالث مع دوين جاكسون بالرد عن 3 بوينتس ما بيسجل. ريباوند كان لسيفاك ستيل من حسين الخطيب، ايضا حسين بيخسر الكره بستيل من جد من سيفاك مره جديده. جاستن تابز، جاستن بيسلم دوين جاكسون، دوين بيحاول يوصلها لاوغوستين تبع الكره داخل الملعب 10 ثواني مع دوين جاكسون بيلعب عن 3 بوينتس ما بيسجل. اليوم نسبه عاطله لا دوين جاكسون ولا هومنتمن عن 3 بوينتس، 4 من 16 فقط سجلهم هومنتمن، 2 لسيفاكا تنجيون، 1 لنديم سعيد و1 لجاستن تابز. هاي المحاولة رقم 17 اللي ما بينجح فيها من خارج الارك الفريق البرتقالي. ايضا ديسبوت فينيجر ما بيسجل، 3 من 10 كان عندهم تضامن ب اول الثاني كوارتر مع دوين جاكسون مجددا عم يعمل الشو بسلة التضامن بنقطتين جديد. سلم من جاستن تابز وعمل الدانك دوين جاكسون. برانكو تحت رقابة نديم السعيد، برانكو بيحاول يهرب من الرقابة بيلعب لديسموند فينيجر، فينيجر ما بياخذ الأسام بيلعب لفلادان وفي خطأ لمصلحة فلادان. يدراج بيريسيتش جاد خليل من جديد على ست بلاي من ناحية التضامن، وبرانكو من جديد ياخذ شوطاته عن الميديستانس ما بيسجل. برانكو تباكة تنجيان مقطوعة كرته من قبل جاد خليل، منه لحسين الخطيب، صراع كتير كبير بين اللاعبين بيحسموا التضامن مع برانكو. برانكو لجاد، جاد بيجرب عن 3 بوينت ما بيسجل. جاد
ريباوند جديد لنديم السعيد وانطلاقه جديده لهومنت بن الباحث عن تقليص الفري مع اوغستين اوغستون بيسجل على مرحلتين لا بالمحاوله الاولى ولا بالثانيه اوغستين بيسجل وبيحصل على الفاول كان يعني عنده فرصه اكيد للتسجيل والحصول على الخطا بديع السعيد عم يتحضر للدخول الى ارض ملعب من ناحيه هومنت بن بالاعاده مره جديده ضيع من فلازان خطا من فلازان والثاني فري ثرو لاوغستين يلي عم يفشل بمحاولته الاولى صاحب العشر نقاط بهالمباراه اوغستين اوكوسون المحاوله الثانيه ناجحه لا لاعب ارتكاز هومنت بن بديع سعيد عم يدخل مكان شقيقه نديم نديم بيبقى على ارض الملعب كان بطريقه للخارج بديع سعيد بيتأجل دخوله مع دوين جاكسون دوين الخطيب بعصبيته المعتادة الروح القتالية اللي بيتمتع فيها ايضا جاستن تابس بمحاولة ثلاثية ناجحة هالمرة خمسة لهم اثنين بالمباراة الفارق عم يصير ثلاث نقاط والمباراة عم تنطلق من جديد مع جاد خليل جاد رائعة بلصيقة عم تكون من نديم السعيد ادكوت فانيجر بيهرب ايضا بيلعب للخطيب الخطيب الاوبن شوت على الثري بوينت حسين الخطيب عم يسجل ثلاث نقاط وعم يعيد الفارق الستة لمصلحة التضامن بالوقت يلي نديم السعيد بالجهة المقابلة بحاول يستفيد جاستن تابس جاستن ايضا بثري بوينت جديدة جاستن تابس ما بيقدر يسجل منه موفق كثير جاستن تابس ولو انه سجل ثلاثيتين اليوم لكن كلنا بنعرف انه امكانياته وقدراته اكبر بكثير مع برانكو فيتكوفيتش منه لجاد خليل جاد ايضا جاد خليل جاد خليل عم يلمع بشكل كثير كبير جاد خليل درايف حلو كثير والباسكت بايده الشمال اخترق بالوقت المناسب وسجل بروعه جاد خليل 47 55 بالإعادة جاد خليل الدخول والطريقة يلي سجل فيها بالنقاط عم يعود الفارق ليرتفع بين نقاط هو من دون شك فارق مريح للتضامن لكن الوقت المتبقي كبير بديع سعيد المتواجد خارج ارض الملعب وتعرض لاصابه نديم داخل ارض الملعب ومره جديده عم بيسجل جاد خليل باك كيتيشون على رقبته وباك بحاول يعمل ستيل تبقى مع التضامن مع جاد خليل بيطلبوا بالزون جمهور هومنتون براكو سفيتكوفيتش على 3 بوينتس فبيسجل فلادان ما بيقدر يستفيد من الريباوند غائب اليوم بلادان على صعيد المتابعات مع ايضا قراءة من نديم السعيد وتمريرة وصفرة جديدة تيرن اوفر جديد على هومنتون هومنتون منه راضي ابدا 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 على يلي عم بيصير جديد دوين جاكسون بيروح للسلة وبسجل الايزي باسكت اللاعب الامريكي نل من الدانس دوين جاكسون بالوقت اللي فيه تراش توك بينه وبين حسين الخطيب الامر واضح بين الخطيب ودوين جاكسون الجمهورين باعلى صوت كل واحد منهم بيشجع لاعب فريقه دوين جاكسون وحسين خطيب فارق اربع نقاط لهومنت بن يلي عاد بالاول المباراه من دون شك
صار ويت جاكسون اللي سجل الصدم بحسين الخطيب والتراش توك اللي حصل بين اللاعبين يعني ديجا فيو بالنسبة لحسين الخطيب دائما بيكون عنده احتكاكات مع المنافسين ثاني بتتفتح بروح سريع كثير كثير على ارض الملعب بتثبت ان اللاعبين المميزين في الليج الثاني على كل حال الدفاع عم يستهدف مع جاد خليل جاد بوجه اتفاق لتنشيو مره جديده بالتمرين بالتمرين عم يعملوا ياف لدان جاد بيروح للسله تعرض للبلوك شوت جاد خليل الوقت اللي بيدرك بيريسيتش مجددا منه راضي يا عادي خارج ارض الملعب بالوقت اللي ختم المباراه كانت بالنسبه لمصلحه التضامن مع برانكو برانكو ايضا محاوله جديده لبرانكو سيلكوفيتش للاحتراق جاد خليل حسين الخطيب بمحاولته الثانيه على الفري بوينت فبيسجل حسين الريباوند لعند فلادان اللي عم يسجل فلادان 57-51 فارق النقاط السته هو يلي عم يفصل بين التضامن وهو منتبه مع نديم سعيد نديم بنقول لاغوستين نديم سعيد ايضا زون ديفنس من قبل التضامن نديم في باكي تنشان 3 بوينت ما بيتسجل ديسبوت فينيجر بالريباوند ديسبوت فينيجر بالريباوند مره جديده لاعب البيك السابق بيخلي البوزيشن مع فريقه مع فرانكو تحديدا برانكو زيتكوفيتش قدم برانكو لعند فلادان جربوا يظهروا قد ما فيهم لاعبيهم منزل فلادان من تحت السله لو مصدر الصوره بالانسايد جيم 24 ثانيه كانوا عم ينتهوا من دون ما ينجح التضامن في تجهيز الهجمه مره المواجهه عم تكون بين الخطيب وجاستن تابس وبطبيعة الحال الرول يلي دخل كرماله الخطيب إلى أرض الملعب هو مراقبة اللاعب الأمريكي اللي بيطلع بشكل كبير كبير بسرعته وباختراقاته نديم سعيد عن 3 بوينت سجل أيضا نديم ديسموند فينيجر فينيجر لبرانكو قطع دوين جاكسون على برانكو من جديد استرخاض من جديد استرخاض بمجمع الشيح الثقافي الرياضي اعتراضا على صفيرات الحكام من ناحية جمهور هومنتبن تحديدا جاد خليل تحت الضغط دوين جاكسون بحاول يعمل ستيل بينجح بهالامر وايضا خط على دوين جاكسون بعض عم يضبط اعصابه دوين جاكسون كل الامور عم تكون ضده بمباراه اليوم فات اكيد بالفول ترابل دوين جاكسون مع ثلاث اخطاء ارتكبهم لحد الوقت عم يدخل مكانه بديع سعيد اللي كان تعرض لاصابه سريعه تم علاجه لبديع سعيد جاد خليل منه لديسموند بينيجر ديسموند ايضا بمحاولة تحت السلة ما بيسجل ديسموند بينيجر ريباوند لجاستن تابز فرصة امام هومنتبن من مرة جديدة للاستفادة من خروج دوين جاكسون سهل الخطيب بخطأ جديد واعتراض جديد
هيدا هو الصراع اللي كنت عم بتحدث عنه بين الخطيب وجاستن تابز. خطا كان لمصلحه اللاعب الامريكي اوغستينو كوسوم منه لسيفاك. نديم سعيد او مره جديده جاستن تابز. جاستن تابز فروم داون تاون عم يسجل ثلاث نقاط. صعيب جاستن تابز عندما تفتح معه عن الارك بيقدر يسجل بأي ضرب جاستن تابز. انما هالمره شوف الدرون تراس والترابس اللي عم يعملوها لاعبيهم منتمن على طرفي الملعب عم يعملوا ارباك كتير كبير للاعبي التضامن. الوقت اللي جاستن هو اللي عم يدافع على جاد خليل. جاد بيخترق جاد مره جديده وبيسجل مره جديده جاد خليل. روعه يا جاد خليل فعلا واحد من نجوم المباراه اذا ما كان نجم المباراه بنهايتها جاد خليل. 14 نقطه الوجه الشاب بالباسكت بول اللبناني اللي عم يقدم مستوى رفيع جدا. سيفاك تجان ياخذ الاتامت على 3 بوينت فبيسجل سيفاك ريباوند للخطيب المره. فرانكو سبيتكوفيتش فارق خمسه للتضامن. الباحث عن توزيع الفارق اوغستين بيخش زادان اكثر لبرا. هدوان لبرانكو ما معقول راح يرافع عليه اوغستين وبرانكو استفاد بطريقة مثالية سجل وحصل على الفاول. ما معقول برانكو شو هاللعيب الذكي. اخذ ستاب طلع على السلة حصل على الخطأ من اوغستين. جمهور هومنتون بهالاثناء عم يعترض بشكل كبير وبشدة على القرارات. 17 نقطة 6 ريباوند و2 اسيست لبرانكو يلي اصبح رصيده 18 نقطة. سيفاك كيتنشيون بدون لنديم سعيد. نديم لجاستن تابز. جاستن حاول يوصل لنديم سعيد انما كان اوفر هون كاد يكون حسن حظه انه الكره ارتطمت بقدمه لبرانكو وبقيت البوزيشن معهم. اخر دقيقه من الكورتر الثالث. جاستن تابز استيل من دكوت فينيجر والانطلاقه من التضامن مع الخطيب. ابليب كيف فلاي مع ديسموند فينيجر يلي كان عم بيطير فعلا بافضل طريقه ممكنه وبافضل صوره ممكنه ليتابع الكره الى سلة ديسموند فينيجر. الفارق 10 والمباراة مشتعلة مع بديع سعيد بيروح للسلة. بديع وخطأ لمصلحة هومنتون وبديع سعيد بالإعادة مرة جديدة. الخطيب طلع ليسجل الكرة ارتدت. ديسموند فينيجر كان طاير فعلا وسجل الدنك بطريقة جميلة جدا بسلة هومنتون. 54-64 جاستن تابس عم يخرج من ارض الملعب. فعلا مباراة مخيبة لتابس. 64-54 بديع سعيد على الفري ثرو لاين. جاستن تابس على البنش بالاعادة. بديع عرض لفاول من زادان بوكو سافوفيتش. محاولة لبديع سعيد على الفري ثرو غير ناجحة. المحاولة الثانية أيضا تبع المرة بتنجح مع بديع. أول نقطة لإله بالمباراة. حسين الخطيب مباراة جيدة عم يقدمها اليوم حسين على الصعيد الدفاعي وأيضا لا بأس فيها على الصعيد الهجومي مع برانكو. برانكو أيضا لفريق أبو عبود. فريق لبرانكو ثواني أمام تضامن ووكينج وترن أوفر عم يعملوا برانكو تحت ضغط من بديع سعيد. تشين جديد. جاستن تابز بيقوم على البنش وبصير على ارض الملعب باخر 25 ثانية من الكورتر الثالث. جاستن تابز هو اللي عم يطلع الطابة. برانكو عم يدافع عليه.
جاستن. جاستن ايضا. جاستن كثير على الرقم 5 حاليا. بديع سعيد بيحاول على 3 بوينت. بيسجل بديع سعيد. في صعوبة انه ما بيسجل. هيدا الاهم بالنسبة لهم اسبنز يلي عم ينهي على الكورتر الثالث وهو متأثر بفارق 6 نقاط 52-64. هالشيء يعني بكل بساطة انه الحسم رح يكون للكوارتر الأخير. فارق الست نقاط ما هو كبير بعالم الباسكت بول. قادر هومنتمن يرجع والتضامن مطالب بالحفاظ على تقدمه وإنهاء المباراة والعبور إلى نهائي دورة الراحة لوريشالو. بطرح ما رح يكون ناطر وبطرح ما رح يلحق فيه يا بيبلوكس يا الحكمة اللي رح يبدأوا أكيد الساعة 9:30 بمباراة منتظرة جدا عبر شاشة التلفزيون. والهومنتمن بالربع الاخير لا تزال بمتناول الفريقين. الفارق هو 6 نقاط لمصلحه الفريق الاسرواني بمباراه متقاربه المستوى في اول عنا. بوزيشن الاولي بالكوارتر رح تكون مع التضامن مع جاد خليل اللي اخذ مكانه لمحمد ابراهيم وكان ممتاز جدا بالدقايق اللي كان موجود فيه على ارض الملعب مع فلاتان. والاسيست الحلو كان من برانكو. كونكشن الصربية حاضرة لتعطي تقدم 8 نقاط للتضامن. دوين جاكسون كيف بيروح للسلة ما بيسجل لما بيحصل على الخطأ. دوين جاكسون صاحب العشر نقاط بمباراة اليوم. دوين جاكسون سجل 15 نقطة بالمباراة الماضية أمام الويزي وعمل مباراة كبيرة أمام بيبلوس. سجل 27 نقطة. دوين جاكسون عم ينجح والفارق عم ينزل لست نقاط. تاني فري ثرو كان سجلهم دي جاكسون. جاد خليل البريس العالية اللي كان عم يعمله فريق هومنتمن يتركوا الامر لابيو منتمن لسباك كيتن جامب ال1 اون 1 مع جاد خليل. مع جاد ايضا عم بيروح وعم بيتسجل. جاد خليل شفتوا اللي عم بقول هاللاعب هو من نجوم المباراه فعلا على مستوى عالي عم بيكون جاد خليل. دي جاكسون بيسدد انما ما بيسجل. باتريكو عبود سريعا على الريباوند لبرانكو سبيتكوفيتش. برانكو ايضا برانكو بيروح للسله. المرة برانكو ما بينجح انه يسجل بلال طبارة لدوين جاكسون. في ووكينج يمكن على دوين جاكسون. خلينا نشوف سؤال الحكم. الخطأ لمصلحة دوين جاكسون. فعلا خطأ على باتريك بو عبود. سيباغ كاتنجيام من جديد على البنش لمصلحة أوغوستين أوكوسون. الثلاثي الأجنبي عند هومنتمن موجود إلى جانب نديم سعيد وبلال طبارة. جاستن تابس. جاستن بحاجة هومنتمن لتسديداته بحاجة لتصويباته الدقيقة مع أوغوستين. يسجل أوغوستين مرة جديدة.
غير محظوظ اليوم العملاق الامريكي تحت السلة. 11 نقطة وعم يحصل على الخطأ. عشر نقطة والسبعة ريباوند عم بيكونوا لأوغوستين أوكوسون. الوقت يلي ميودراك بيريسيتش ومساعده كيكو باكيتش بحديث كيكو الحديث عن الخيارات بالكوارتر الأخير. جاد خليل ما نجح أوغوستين يسجل أي فري ثرو. جاد شاد بياخذ المحاولة لدان لمين الريباوند. ريباوند لأوغوستين مرة جديدة. ريباوند رقم 8 للاعب الامريكي جاستن تابس. جاستن ايضا بمرر لبلال طفاره منه لاوغوستين يسلم مره جديده. في 3 سكندز كان 3 ثواني على اوغوستين اوكوسون وترن اوفر جديد على هومنتمان. فرانكو لحسين الخطيب. حسين بيخترق ذكي كثير الخطيب عم بيسجل حلو كثير من حسين الخطيب. دوين جاكسون دوين فروم داون تاون. دوين دي جاكسون اخيرا نجح باللي فتش عليه من بدايه المباراه. محاوله ثلاثيه اولى ناجحه لدي جاكسون بالوقت المناسب بالنسبه لهم. الفرق عم ينزل لسبعه. صافرة جديدة وخطأ على دوين جاكسون.